كان هناك رجل أعمال كبير جدا في مصر، حتى أنني نزلت عنده ضيفا، فجاء زارني في يوم من الأيام وقال: جئت من أجل أن تنصحني نصيحة. فقلت له: كم عامل عندك؟ قال لي: عندي 500 عامل. قلت له: ما شاء الله. وكان طيب، هل تعطي عمالك ما يستحقون؟ قال: فوق ما يستحقون ولله الحمد، أعطيهم فوق ما يستحقون. فإن كان العامل ومثيله في شركة أخرى أو في مصنع آخر يأخذ 100 جنيه، أنا أعطيه 200 جنيه، وإذا كان يأخذ في مصنع آخر 200 جنيه، أنا أعطيه هنا 400 جنيه. قلت له: شيء جميل، لكن لا أسألك عما تعطيه، أسألك عما يكفيه، هل يكفيه؟ قال: هذا لا أستطيع أن أحدده. قلت: إن أعطاك الله ومنحك ووسع عليك فوسع على عمالك، وسع على عمالك ووسع الله عز وجل عليك. قال: لا حرج إن شاء الله، أعيدك بذلك إن شاء الله. وبعد أسبوع أو أسبوعين أرسل لي السائق وقال لي: إنك مدعو على الفطور عند ربي العملي عند الأخ عبد السلام. فذهبنا إلى طنطا، من القاهرة إلى طنطا، ووصلنا إلى هناك وجمع العمال شي 200 موظف، وقال لهم: أنتم لا تعلمون لماذا جمعتكم في هذا اليوم الذي هو يوم إجازتكم، لكن الذي يعلم هو أنا والشيخ ساريا والمحاسب فقط. ثم: والله يا إخواني، أنا مثل حكايتكم، أنا مثلكم تماما، لا أعرف لماذا جمعنا الأخ عبد السلام. وإذ به يقول: لا، أنت الذي تسببت في هذا اللقاء. قلت: خيرا إن شاء الله. قال: أنت حملتني أمانة مسؤول عنها يوم القيامة، هكذا قلت لي، بأنك مسؤولا عن العمال يوم القيامة الذين يعملون عندك، هل تكفيهم؟ هل تعطيهم ما يكفيهم؟ فأنا الآن جمعتهم بعد أن قلت للمحاسب: عجل ما استطعت، فإنني أخشى أن أموت قبل أن أكفيهم وقبل أن أعطيهم ما يجب علي أن أعطيهم إياه، لأنني مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فأقل راتب أصبح الضعف، أقل راتب أصبح الضعف عنده. وإذ بهم سبحان الله وكأنه يوم عرس لهم جميعا وفرح وسرور، أدخلوا عليهم جزاء الله عنا كل خير.